صباح الخير يا الله، انا في كرفان. مرة الحلو حلو، الفكرة الجو حلو، لا يفوتكم التجربة بصراحة مرة حلوة. تصحون كذا على تغريد العصافير، شي حلو من الاخر. طبعا فتحت شبابيك بالليل عشان بس اتنشق اتنشق أست اتنفس الطبيعة. الله مرة حلو. نشوف الطبيعة ونستنشق الهواء الصح. يا سلام، سمعتوا تغريدي؟ تغريد العصافير. الله، سمعت الهدوء. الله، الشمس حلوة اليوم، في غيوم. نطلع نعمل هايك جوا الغابات، نروح هناك وهناك وهناك. وجابوا لي الفطور هنا، ما قلت ما ابغى في المطعم، ابغى في الطبيعة. شكرا. يلا بسم الله، تفضلوا معانا. ايش الحلاوة هذه؟ شايفين اومليت ونجت، خبز، عصير برتقال، وافل، سلطات صحية، فواكه صحية، وجبان يمي على الطبيعة. بعد الفطور هذه السدحة خلاص على المرجيح. مرجح يا حلوة يا زينة. والله اخترت بعد الفطور في الجو الهادي هذا، فكتير يسألني عن تجربتي في الكرفان والنوم في الكرفان والاستمتاع بالكرفان. صراحة المكان جدا جميل والتجربة جدا جميلة، يعني تعيشكم تجربة مختلفة. بس تدخلوا الكرفان أساسا تحسوا نفسكم يعني في أوتيل 5 نجوم. أو حتى في غرفتك الخاصة الجميلة اللي أنت اخترتها بعناية، يعني في وقت النوم ما تحسوا بشيء جديد، إلا أول ما تصحوا زي ما شفتوا تحسوا كده بتجربة جديدة. المكان جدا راقي، يعني الكرفانات في الأماكن زي هذه أو حتى لو تكون كرفانات خاصة، برأيي يعني المكان يعطيكم انطباع أنه أنتم مستجمين بالطبيعة أكثر، بعيد عن أي حدود أو جدران أو حواجز تحد من حريتكم النفسية. الحرية النفسية لما تعطيها الانطلاقة وتحس انه تحسونها بلا قيود، تحس انكم طايرين في السماء، في السماء في العالي، شيء حلو من غير اي ارتباطات، مرة حلو. اتمنى ارجع اعيد التجربة في اماكن جديدة، مدن جديدة، دول جديدة. نودع الكرفانات وإلى رحلة جديدة إن شاء الله. استمتعتم معنا أكيد. Say bye. تقول جيا إنه عندهم 20 كرفان وعشرين كابينة اللي هي زي شكل البوكس. تقريبا كل كرفان فيه سرير واحد أو سريرين، يعني في غرفة واحدة. وكل كباين في بعضها فيها غرفتين، وبعض الكباين فيها لا غرفة واحدة. فحاولوا تطلبوا من بوكينج أو رصيد يعني. شكرا محمد، إن شاء الله يعطيك العافية.
على المعدة. أيوة يلا حط الكف. الجو حلو زي ما انتم شايفين، الهواء يرفرف بالعالم، بس الجو حر، لكن تحت الظل جميل، مرة مرة جميل. إلى اللقاء، نراكم في رحلة قادمة. أحلى شيء العفش، شايفين؟ شوف العفش، يا الله، عباية وجاكت ومدري إيش ومدري إيش ومدري، أحسن من الطيارة. شنطة واحدة 23 كيلو، هنا شيل اللي تبغى يا أبويا. قلب قلبي أنا. يلا الحين السرعة 160، انطلقي سرعة. شو الإماراتيين قاعد يسبقونك يا تغريب. يلا 1 2 140 150 أسرع. أيوة نشوفكم على خير، توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلنا 160. يا الله يا الله، أنا في منطقة اسمها أبو الأبيض، يميني وشمالي مسطح أبيض كله، ما أقدر أصور، بس المنظر جميل كذا جميل. ما أدري هل هي أملاح صبخة إيش هي بالضبط، ما أدري. الله شيء جميل، الله يجعل حياتنا وحياتكم كلها بيضة. سلام. وصلنا أبو ظبي بيت الحب. أهلا وسهلا، بس وين أوقف؟ يا أهلا وسهلا بنوسة، يعطيك العافية، شكرا على الحاجات الحلوة هذه، استقبال الحلو. الله دخول إماراتي صح؟ ما شاء الله جميل. الله، هذا بخور عماني وهذا تمر حساوي، وهنا اليوم الوطني، كل الخليج واحد. الله يسعدك. اين وين الهدية؟ هذه هديتي من النوسة. اسلام، اهم شيء العلم. نسجل شال كمان، شال، هذا شالي النوسة حقي مقي، وهذا ايش؟ اوه. الله الله، ايش كمان هنا؟ هذا العطر من الهند، عطر ثقيل جميل، بخينا منه. يلا ايش حتلبسيني؟ هذا الشال حق بمناسبة اليوم الوطني. الله عليك، عشان ان شاء الله تروحي المهرجان حقكم. ايوه، او المسيرة. اها يساعدها، مرة حلو. هدية بسيطة حق اليوم الوطني. حلو كيف بس. يلا، هذا شعارنا الجديد، لازم ندخلك معنا الدولة. ان شاء الله لي الشرف. اسألك يا رب، مرة حلو، شكرا. الله، مع خمرية ايش قلتي؟ بني حضرة وبني باخمري. باخمري جميلة بحالي. ها الله يسعدك، نذوق الحين ونشوف. هذا الشاهي إناس، هذا شاي السمار. سمار شاي. بس ليش على الفحم؟ سمار على الفحم حلو، أسهل وأطعم، شاي جمر يجي الطعم غير. نجرب سمار، أدينا واحد. أول شيء نحط ماي والسكر. أيوة. ونقلب ونقلب ونقلب. تمام تمام، يا عيني عليك. بعدين شوي إيه، خلاص لا باقي ما ذاب. يا عيني أبغى شاي كشري، شاي من الآخر كذا. شوف الكرزام حضارم أو لب النخل.
قصيناه شوفوا من جوا ابيض زي السكر ما شاء الله عليك بس مره حلو شوفوا جربوا لذيذ خفيف طري اسمه جذب النخل كرزام كرزام صح بالحضرمي كرزام بالحضرمي جمار النخل وقلب النخل وقلب النخل يسموه له اسماء عديده حسب المناطق شوفوا جذب النخل كيف كيف من هنا من جوا مره حلو ناعم بس طبعا هذا ينشال إيه؟ هذا ينقص كذا أيوة. وتبدأين تشلين لير لير لين ما يطلع الوسط لين يطلع الوسط لين يطلع اللب أيوة. ما زال التقطيع مستمر شوف كيف هنا وهذا طبقة ثانية كمان في كذا طبقة حنشيلها واحد اثنين ثلاثة لين نوصل لقلب النخلة ناكلها قربنا تجليده هذه ما شاء الله باخذها للذكرى شايفين شيء حلو هذا هو شوف كانهم كانها رسمه ورده من جوا سبحان الله بس الله وكل واحده يعني شوفي منقسمه الى يا سبحان الخالق من جد يعني تكوين رباني عجيب شوفي ملمسها ملمسها ناعم مره خذي لك واحدة للذكرى كذا جلدي فيها حطيها سفرة لا تدرين ينفع تكتبي فيها اسم جمال تاكل اي لا لب خلاص يا شايفة كيف شايفين زي الوردة شوف كيف زي الوردة هذا وهنا شوف الأطراف مش حلو بس هنا اللب أحلى لما يكون هنا هو الأحلى الأحلى في اللب وهذا مو هنا مو حلو هذا كيف طبخ هذا خفيف بس نشوف نذوق هذا اللي فيه المرارة صغيرة مرارة ها نذوق في الجزء اللي ينطبخ ولا الطرف الثاني حتحسي انه في مرارة امر من هذا مع شاي العصرية الان ضبط الشاي الكشري داب يا سلام مش كشري انا اسميه كشري عشان يصير سموار سموار يلا عشان خالد شاي حضرمي صح؟ مغنى له تم بحمد الله لذيذ يستاهل بوكو شو اسمه؟ اسمه ايش؟ نوني ايش؟ نوني نوني كل هذا الذكورة والفحولة نوني 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 تعالي يا سلام على التجهيزات الخاصة باليوم الوطني شايفين؟ صقر و 52 والشيخ شوفوا 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 ايش في الأخير يا سلام في الثاني من ديسمبر يقف كل مواطن إماراتي وعربي ناظرا للعلم الذي يرفف عاليا في قلبه الفخر ويدب في قلبه الفخر وفي عينه الدمع انا دبت من وانا في الطريق ايش من كثرة الحب والعزة يتغنى بالكلمات الجميلة ويهدي وطنه الحب الله عليك يسعدك يا رب واو شوف الطيارة بيت العائلة الإبراهيمي في أبوظبي في عندهم كنيسة القديس فرانسيس وله برنامج وفعاليات وأيام مفتوحة زي ما أنتم شايفين وكمان في كنيسة موسى اسمها ولا إيش في مسجد أيضا الإمام أحمد الطيب وله فعاليات برضو هندخل نشوف الآن هذه المعالم كنيسة موسى بن ميمون اليهودية في نفس منطقة بيت العائلة الإبراهيمي هنا في الريسبشن ممكن اللي يحتاج عباية أو لابس قصير ممكن سواء رجال أو نساء صح؟ يأخذوا العبايات هذه ويلبسوها للدخول للمسجد للصلاة أو وضع حجر الأساس شايفين الصورة هنا في لقاء الأخوة الإنسانية مع الشيخ والقسيس ما ادري شو اسمه ابو احمد الطيب توقيعاتهم على حجر الاساس
شهادة توقيع، رحنا للطيب توقيع يصير وثيقة حول الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش معا. معرض جميل مرتب. هنا دخول للكنيسة القديس فرانسيس، لكن الحين الوقت مقفل فلو أوقات يعني. خلينا نشوف هنا هذه ايش. الله حلو حلو. عبارات الأخوة شوكة الطهارة، الارتواء، النمو، كلمات جميلة في هذا الممر المائي. هنا ممر لبعض التعليمات التوجيهات الخاصة بالكنيسة، لكنه مقفل الآن. الآن ندخل على مسجد الإمام أحمد الطيب. هنا من فوق السطح الدور الأول الجامع يحمل منارة بالهلال، وهنا المعبد اليهودي ويحمل منارة بشعار اليهود، اسمه واضحة كثير كذا وضحت، وتحته قهوة أثر، وهنا الكنيسة كنيسة النصارى، بس ما أدري فين المنارة. أيوة هذه المنارة يحمل شعار الصليب، مجموعة في منطقة واحدة. نقعد شوية احنا في الكافي، كافي أثر، منطقة هادية وجميلة على سطح الدور الأول والجو عليل. ريحته ما شاء الله، تصميم احنا في المواقف سيارات. شوفوا الفكرة الجديدة الجميلة، مواقف كمان للدراجات الهوائية تتعلق بالشكل هذا. مرة حلو هذا، ما ادري ايش جابه في الصف. اي والله اسمعي صوت البحر. احنا وين الان؟ في ممشى السعديات على البحر. طبعا المكان حيكون جميل قبل الغروب أو في بداية الصباح. هذا الممشى أمامه شقق أتوقع للإيجار، والرملة هنا مسموحة لهم فقط أو بمبلغ رمزي يمكن، ما أدري. تعال شوف الممشى كيف نهايته وشكله. الله شو الإضاءة، يا سلام. ممشى طويل طويل جدا. شو الكافيهات هنا على جنب. يا سلام عليك، العب حنيني ولا مو حنيني؟ شوكليت وذ توفي، ايه الحلاوه دي. شكرا على الاطلاله الجميله في الممشى السعديات. خذ لك بجنب البدر صورة، نشوف من يقلب الثاني، بيزيد نورك على نورة بيخف دنك. خذ لك بجنب البدر صورة، نشوف من يقلب الثاني، بيزيد نورك على نورة بيخف دنك. Yeah.
في مارفيستا الحديريات في أبو ظبي، في ملعب سبورت خاص بالدراجات الهوائية، مسار الدراجات الهوائية. شايفين عدة مسارات، في مضمار بطول 10 كيلو، 5 كيلو متر، 3. فشيء جميل تعدد. هنا منتزه الدراجات الهوائية بايك بارك، وجنبه قرية التحدي. منتزه مكان كامل لعدة لعدة مسارات خاصة بالمسافات للدراجات الهوائية. يا سلام يا هنا المسار المتقدم، وهناك المسار متوسط ومسار الركض. ما شاء الله. روحي يا نسمة عند الحبايب، عند الحبايب ويا الحنين. قولي لهم كلمة، كلمة حبايب، كلمة حبايب. منطقة جميلة فيها ممرات مشي وكافيهات ومطاعم، وهذه أوراقة. وشوفوا الممشى من فوق، كلها شمسيات أو مظلات بعلم الإمارات. يا سلام. رجعنا البيت ودي نومة في أبو ظبي إلى بكرة الصباح. الصباح الأخير.